السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة، إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنتكلم عن فرصة ممتازة جدا، بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها أحب أوضح إن إحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة، وفي القناة هتلاقوا كل شيء، منح موجودة في اليابان، في كوريا الجنوبية، تايوان، فرنسا، أمريكا، ودول كتيرة جدا مختلفة، بالإضافة كمان كنا اتكلمنا عن سلسلة فرص التطوع والسفر للخارج، وكنا عرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة، بالإضافة كمان كنا وفرنا فرصة وكانت فرصة التطوع في فيتنام شاملة معظم التكاليف، وكانت عملية التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا، وتم إعلان الفائزين في هذه الفرصة، وإن شاء الله بإذن الله يكون موجود معانا فرص كتير التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا. بالإضافة كمان عرضنا خدمتين متميزتين جدا، خدمة المساعدة في التقديم لأي فرصة أو منحة أنت عايزها، تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي، وهنعمل لك كل شيء من خطابات النية وما إلى ذلك ومن الأبليكيشن. بالإضافة كمان كنا وفرنا خدمة جديدة من يومين، وهي خدمة تجهيز الأوراق لك بالكامل، تمام، للمساعدة في التقديم للمنح. وطبعا عشان تقدموا الخدمتين دول أو تتواصلوا معانا هتلاقوا استمارة التواصل معانا موجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو. طيب بالنسبة للفرصة بتاعت النهاردة هي فرصة ممتازة جدا إن شاء الله تعجبكم، هي عبارة عن فرصة تبادل ثقافي في رومانيا، تمام؟ الدولة اللي هيكون فيها الفرصة دي هي دولة رومانيا. طيب الدول اللي هيكون متاح ليها التقديم في الفرصة دي هي جميع الدول، أي دولة تقدر تقدم في الفرصة دي، سواء دولة عربية، آسيوية، أفريقية، تقدر تقدم في الفرصة دي من غير وجود أي مشكلة. طيب الفرصة دي متاحة لمين؟ الفرصة دي متاحة للجميع، سواء أنت طالب حاليا، خريج، بتدرس درجة الماجستير، الدكتوراه، بتدرس بكالوريوس، مش مشكلة تقدر تقدم في الفرصة دي. بالإضافة كمان إن الفرصة دي مفيش فيها حد أقصى للعمر، يعني مثلا مش لازم يكون سنك 35 ولا أي شيء، ولا بعض المنح بتفرض شروط مثلا في السن، لا، المنحة دي المينيموم في السن على الأقل يكون 18 سنة، فيما فوق مش مشكلة، مفيش حد أقصى للعمر. بالإضافة كمان إن المنحة دي لا تحتاج شهادة لغة إنجليزية، مفيش أي شهادة لغة مطلوبة منك، تقدر تقدم في الفرصة دي من غير وجود أي مشكلة بالنسبة لشهادة اللغة. طيب الفرصة دي هي عبارة عن إيه؟ الفرصة دي هي عبارة عن تبادل ثقافي، زي كده هتبقى تدريب، والتدريب ده هيكون لمدة أسبوعين، هيتم مناقشة فيه حاجات كتيرة جدا، زي مثلا التحديات المالية اللي بيواجهها المجتمع وما إلى ذلك. يبقى هو عبارة هيكون زي تدريب لمدة أسبوعين، هتناقش فيه أفكار عديدة جدا مع متدربين، وهيكون زي محاضرات كل يوم كده، هتكون حوالي 4 ساعات، تمام، كل يوم هتاخد مثلا كلاس 4 ساعات، هتتكلم فيه مع اشخاص، هتناقش مواضيع، تعرض افكار وتستمع لافكار الاخرين. ده بالنسبه للفرصه دي. طيب الفرصه دي المفروض هتبدا امتى؟ المفروض هتبدا من 15 اغسطس او 16 اغسطس لحد 30 اغسطس، يعني حوالي اسبوع، دي بدايه الفرصه، تمام. طيب بالنسبه بقى للتمويل بتاع الفرصه دي هيكون ازاي؟ التمويل بتاع الفرصه دي ممتاز جدا، بحيث ان الفرصه دي هتشمل لك اول حاجه، هتشمل لك الاقامه الفندقيه، الاقامه هتكون طوال الاسبوعين على حساب المنحه، بالاضافه كمان هتشمل لك وجبات الطعام، 3 وجبات يوميا هتشملهم لك، بالاضافه كمان التنقلات الداخليه داخل دوله رومانيا، تمام، ما بين المدن ومثلا لمكان التدريب والاقامه وما الى ذلك، كل التنقلات دي على حساب المنحه برضه. بالإضافة كمان إن الفرصة دي هتوفر لك زيارة للمعالم الأثرية والمتاحف، وهيكون في زي حفلات موسيقية والمشي في الحديقة، وطبعا التجول في مدينة بوخارست اللي هيكون فيها التدريب، لأن المؤسسة اللي بتقدم التدريب ده هي بوخارست يونيفرسيتي، فهيكون التدريب في مدينة بوخارست، وكمان هيكون في زيارة للمدينة دي وللمدن المجاورة حواليها. يبقى دي هي الأشياء اللي بتشملها المنحة. طبعا المنحة بس تنويه، ما بتشملش تذاكر الطيران وما بتشملش فيزا الإقامة، تمام، لمدة الأسبوعين، بس المنحة هتساعدك، يعني المنحة تساعدك عن طريق إنها تعطيك خطاب قبول، خطاب القبول ده لما أنت تروح بيه للسفارة هيسهل لك الحصول على الفيزا، تمام، وتقدر تخش بيها الدولة من غير وجود أي مشكلة. ده بس إيه بالنسبة للجزئية دي. طيب إحنا اتكلمنا عن شروط المنحة وقلنا إن هي ما فيهاش شروط بالنسبة للعمر، شهادة اللغة، وبالنسبة لمؤهل الدراسة. طيب دلوقتي إيه هي الأوراق المطلوبة في الفرصة دي؟ انت حضرتك هيكون في ابلكيشن هنشرحه بعد شويه هتملاه، الابلكيشن ده مطلوب منك انك ترفق فيه السيره الذاتيه بتاعتك، السي في، بالاضافه كمان تعمل زي موتيفيشن ليتر كده، خطاب نيه، وتعمل زي مقال، في مقال هتعمله هتتكلم فيه عن مثلا موضوع معين، عن التحديات الماليه او ما الى ذلك، وتحط الثلاث مرفقات دول في الابلكيشن، تمام. طيب بالنسبه بقى للديدلاين بتاع الفرصه دي لحد امتى؟ الديدلاين بتاع الفرصه دي هو 7 يونيو 2020، متاح لحد الوقت ده التقديم في الفرصه دي. طيب دلوقتي انا هعرض لكم الابلكيشن الخاص بالمنحه، وكمان هوريكم الاعلان الرسمي الخاص بالمنحه،
بس طبعا قبل ما اعرضهم احب اوضح ان احنا كقناه منح من كل الالوان بنتيح عمليه التقديم لاي فرصه او منحه انت عايزها، يعني لو عايز تقدم في الفرصه دي من خلالنا او اي فرصه اخرى تقدر تتواصل معانا من خلال استماره التواصل الموجوده في صندوق الوصف اسفل الفيديو. وكمان وفرنا خدمه جديده وخدمه تجهيز الاوراق لاي فرصه او منحه زي خطابات النيه والتوصيه والسي في، كل ده بنقدر نجهزه لك ودي خدمه جديده، وبرده هتلاقي رابط الخدمه دي موجود في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب خلينا دلوقتي نروح نشوف الاعلان الرسمي وابلكيشن التقديم. وهنا ده الموقع الرسمي الخاص بالمنحه، تمام، اللي هي يونيفرسيتي بوخارست. هنا هتلاقي كل التفاصيل عن المنحه زي ما احنا كنا اتكلمنا، وهنا مقسمين المنحه لثلاث مراحل. يعني ايه؟ يعني في ثلاث انواع من المنحه دي، عندنا فول سكولارشيب، تمام، والمنحه النصف تمويل، والمنحه اللي هي تعتبر زي ايه فيها رسوم. تمام، المنحه اللي هي الفول سكولارشيب دي هي بتكون مموله بالكامل، بتكلف بالمصاريف الطعام والاقامه الفندقيه وما الى ذلك. والمنحه المموله جزئيا انت كانك بتساهم فيها بجزء، ممكن تدفع جزء 290 يورو، تمام. والمنحه اللي هي زي كده ايه فيها تعتبر توتال بيمنت، تمام، دي انت بتدفع فيها 590 يورو. طيب انت بتختار المنحه اللي انت عايزها، يعني انت دلوقتي مثلا مش عايز تدفع حاجه وعايز تاخد المنحه دي فري واقامه فندقيه وما الى ذلك، يبقى حضرتك تختار الفول سكولارشيب اللي هي الجزئيه دي، وده طبعا تختارها متاح الاختيار في الابلكيشن. وهنا هتلاقي كل الاشياء، تمام، ميعاد انتهاء الابلكيشن 7 يونيو، مطلوب منك السي في، المقال اللي هو زي خطاب النيه، الكفر ليتر، تمام، كل ده تعمله. طيب دلوقتي عايزين نروح للابلكيشن ونعرف نملاه ازاي ونعرف نختار اي منحه من المنح الثلاثه دول. طيب ده الابلكيشن هو عباره عن جوجل فورم، هيظهر لك بالشكل ده، تمام. اول حاجه حضرتك تحط الايميل بتاعك هنا وتضغط انك موافق على طبعا يعني شروط المنحه وما الى ذلك، وبعدين تضغط على كلمه نيكست وتخش على الخانه اللي بعدها والسكشن اللي بعده. السكشن اللي بعده بتحط فيه بياناتك زي الفيرست نيم اللاست نيم، بتحط فيه الجندر بتاعك، بتحط فيه تاريخ ميلادك، بتحط فيه الدوله اللي انت مقيم فيها حاليا والعنوان ورقم التليفون بتاعك، وبتحط فيه لو عندك لينك فيسبوك او انستجرام بتحط اللينك ده هنا. طبعا الزامي تحط، يعني لازم يكون عندك لينك على فيسبوك او انستجرام، او يكون عندك يعني بالمعنى اكونت عليه، وتحط اللينك بتاع الاكونت ده هنا، تمام. بعد كده بتضغط على كلمه نيكست وتخش على الخانه اللي بعدها. وفي الخانه اللي بعدها هنا بيقول لك دلوقتي انت مثلا بتدرس ولا في مؤسسه مثلا بتشتغل فيها، بتكتب اسم المؤسسه اللي بتدرس فيها او بتشتغل فيها حاليا لو كنت خلصت دراسه. وبيقول لك الليفل بتاعك بتاع الدراسه ايه، اخر مرحله دراسيه انت حصلت عليها، بكالوريوس ولا ماجستير ولا دكتوراه، بتختار وبتختار طبعا يعني التخصص بتاعك، تمام، والكورس اللي انت عايز تقدم ليه، يعني الكورس بتاعك ايه الحاجه اللي انت ممكن تناقشها في البرنامج ده او التدريب ده، تمام. وهنا مثلا لو انت عضو في اي مؤسسه او اي حاجه بتذكرها، وما يعني الهوايات بتاعتك، تمام، وازاي سمعت عن المنحه دي. بعد لما بتجاوب على الاسئله دي بتخش على الجزء اللي بعده، تمام. هيظهر لك هنا بقى في الجزء ده نوع المنحه. نرجع تاني ونقول لما كنا اتكلمنا هنا قلنا في ثلاث انواع من المنح اللي هو الفول والنصف تمويل واللي هي التوتال بيمنت. هتيجي حضرتك هنا تختار مثلا انا دلوقتي عايز المنحه المموله كامله فاختار فول سكولارشيب، تمام. في مثلا شخص ممكن اللي هو يقدر يدفع جزء من المنحه، خلاص يبقى يختار بارشال بيمنت، تمام. يعني تشوف انت بقى. فمثلا لو عايز الفول سكولارشيب تضغط على الجزئيه دي، بعد كده تضغط كلمه نيكست وتخش على الخانه اللي بعدها. والخانه دي بقى حضرتك هي الاهم، وهي يعني اللي ممكن نقول بنسبه 80% هي عليها عامل القبول، وهي ثلاث مرفقات، عندك تحط السي في بتاعك، تحط الكفر ليتر، وتحط المقال، وبعد كده بتضغط على كلمه سبميت. ولازم تعمل الثلاثه دول بشكل كويس، يكون السي في بتاعك موجود، كفر ليتر والاسي المقال، وتحطهم وتضغط على كلمه سبميت، وتنتظر ان شاء الله النوتيفيكيشن او يعني الايميل من المنحه يخبرك بالقبول او الرفض. وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول ليكم في المنحه دي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.